مساء الخير عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ عنده ويل اوف فورتشن، عامل بالحظ. بمعنى في تغيير بيحصل عند العصا لكن بدون تدخل منه، في حاجه لا اراديه، حاجه قدريه بحته بتغير الظروف عنده، بتغير مجرى الامور عنده للاحسن ان شاء الله، بدون تدخل منه. الكارت ده كمان بيوحي ان حاجات كانت واقفه متعطله هتبتدي تتحرك، هتبتدي تمشي، في تيسير ان شاء الله في الامور. كويس؟ طيب الحمد لله، بدايه كويسه جدا للشهر، ان شاء الله شهر هيكون موفق وحلو جدا، الشهر ما شاء الله انا شايفاه ممتاز. لكن ده مش معناه ان انا اقعد واريح، يعني لو ربنا الحمد لله سهل لنا في حاجه والامور مشيت في حاجه معينه كانت واقفه ومتعطله خلاص فانا ابتدي اريح. لا، مش معنى كده انك تريح، عندك نايت اوف سوردز، لا انت محتاج تعزز التغيير ده. محتاج انك انت تبتدي تحط ايدك بقى وتقويه وتشتغل عليه اكتر واكتر. تمام؟ في تغيير هيحصل عند برج العذراء مهم جدا لصالحه ان شاء الله 100%، لكن هو جاي لك كده فجأة وبدون ما انت تبذل مجهود، بس هي مش هتكمل كده، لا انت لازم تجتهد كويس جدا عشان تحافظ على التغيير والتيسير اللي حصل عندك ده. تجتهد جامد جدا، لو ده في مجال شغلك، لو ده في حياتك العائليه، في حياتك العاطفيه، ايا كان هو ايه، محتاج اجتهاد ان احنا نحافظ على التغيير الحلو ده. كويس؟ ونبذل مجهود، في مجهود بيبذل، وانت بصراحه من الناس النشيطه، يعني ما عندكش حته ان انت كسلان دي، لا بتحب تعمل حاجات وتخلص الامور اللي وراك وتظبط حياتك وترتبها، انت منظم جدا ومرتب جدا جدا. حلو جدا. شايفه عن لوحدك كده؟ تمام. المونز هنا بتوحيلي بالافكار والابداعات وال يعني حلول الدنيا، كمية النور اللي عندك. نص الشهر بصوا ثلاث كروت وونز، ثلاثة شايفين الإنارة؟ الإنارة في حاجات عندك، مدارك بتتفتح، أفكار، حلول، أنت يعني ما شاء الله كمية إبداع عندك مش طبيعية، مش طبيعيه ما شاء الله. انتوا زي ما تقولوا عارفين الحاجه كانت مسدوده وانطلقت، بصوا مشغلين التربو، 8 of wands, ace of wands و palace of wands. يعني يا جماعه اللي عايز فكره يروح للعذراء بالشهر ده، كميه افكار وابداعات غير طبيعيه. الناس اللي بأي كان مكان شغلها ان شاء الله، حتى في السيلز افكار، حلول، طاقة ما شاء الله حلوة جدا، وطاقة clear thinking، يعني تفكيرك صافي نقي، المجال مفتوح، مفتوح افكار عمالة flow of ideas، سيل من الافكار. تمام؟ افكار لا تنتهي، اكتبوا يا جماعة الافكار دي، انا بحب كده لما بتنور عندي بحب اكتب عشان ما انساش، لان ساعات بعد كده ممكن تنسى، ممكن ما تبقاش بنفس القدر من الطاقه دي بعدين. اكتب الحاجات الافكار الحلوه اللي بتجي لك الشهر ده. نايت اوف كابس، الناس اللي في علاقه دول اللي ممكن يحصل عندهم ارتباط جديد او حاله حب جديده، الناس المرتبطين ممكن يبتدوا يحسوا بمشاعر جديده لشريكهم، مشاعر شكلها حلو جدا، شكلها كويس جدا، فخلينا نقول انه برضه في ارتفاع في منسوب العاطفه والحب عند برج العذراء الشهر ده. للناس السراجل ممكن تكون علاقه جديده، للناس اللي مرتبطين بالفعل ممكن يكون تجديد في العلاقه وشكل حلو جدا. طيب على نهايه الشهر انت عندك كارتين من الكروت الاساسيه، الميجر اركانس، الشمس والقمر، الاثنين اتجمعوا مع بعض في حته واحده. بصوا بقى، بصوا يا عذراء، اللي انا شايفاه انه ممكن بعد فتره نص الشهر اللي انت شغال فيها التربو دي، عمال افكار افكار، ابداعات ابداعات ابداعات،
حلول حلول وحاجه ما شاء الله طاقه كبيره جدا. ممكن يحصل ايه؟ عمليه ننزل شويه، دي طاقه القمر. اهدى بقى شويه، هدوء، عايز اهدى. ممكن تكون افكار كتير ابتدت توشتك وشتتك، كويس. التشتيت ده بقى مش كويس، لان شايفه فعلا كذا فكره انهار كتير كتير، وانت بقى يعني زي ما تقول عينك زغللت زغللت، بقيت مش عارف تختار ايه او تعمل ايه، ابتدي بيه الاول. تمام، نهدى شويه، نستغل الطاقه اللي هتيجي في اخر الشهر دي، طاقه الهدوء دي، وابتدي اتأنى بقى كده، كويس. الشمس البدايه الجديده هتبتدي حاجة جديدة خالص انت ما كنتش بتعملها قبل كده. لو هو في مجال شغلك ممكن يكون اسلوب جديد خالص، ممكن يكون شغل جديد خالص، ممكن تكون بتتنقل من ديبارتمنت لديبارتمنت تانية، شايف عندك بداية جديدة جدا. بس كل ده مترتب على ايه؟ على الاجتهاد اللي انت اجتهدته في اول الشهر قوي قوي قوي، بذلت مجهود جامد جدا جدا، اوكي؟ على الافكار اللي منبع الافكار اللي عماله تجيلك دي، انت وهمت الناس، انت وهمتهم، انت الافكار دي بتجيلك منين؟ انت ازاي شايف الحاجات دي؟ الشمس هتيجي مترتبه على الحاجتين دول. بدايه جديده مشرقه جدا جدا، فرحه، سعاده، يعني زي ما يكون بتشوفوا اطفال جديده، نيولي بورن، حاجه لسه موجوده، طفل لسه موجود. يعني كانك بتبتدي فعلا من الاول، داي نمبر 1، يوم رقم واحد. شهر مهم جدا عند العذراء، جدا جدا ما شاء الله، حلوه قوي القرايه فعلا، تحفه ما شاء الله، ولا كارت سلبي ولا كارت. بس انت محتاج تبذل مجهود زي ما قلت لك يا برج العذراء، وتحافظ على التغيير اللي جاي لك، يعني هدايه من ربنا لوحده كده. تمام، كروت الحكمة تنصحكم بإيه؟ سوري، كروت الملائكة. Clear your space. Get rid of clutter, clear the energy around you and use feng shui. ده شكل تكنيك لليوجا والتأمل. Clear your mind. أول حاجة clear your space. انا دايما باخد المعنى الحرفي للكارت والمعنى الرمز بتاعه او المعنى الخفي بتاعه. clear your space، فاضي الحاجات اللي حواليك، الكراكيب ترميها، الحاجات اللي عندك زحمه ودوشه قدامك، لان فعلا انت داخل في مرحله فيها الاناره عاليه جدا. لازم فعلا الدنيا حواليك تكون مترتبه ومنظمه وهاديه، تمام؟ وبالمعنى الروحاني انك فعلا تنظف، تبتدي كلير، نظف، ايوه نظف، نظف اي حاجه ملهاش لازمه في دماغك، خلاص ارمي كل ده انت مش محتاجه، تبتدي ان شاء الله حاجه جديده جدا جدا قريب قوي، فانت محتاج انك انت تفسح، تفسح المجال. تمام؟ تعالوا نشوف بقى القراءه العاطفيه لبرج العذراء، ودي هتكون اخر قراءه لينا النهارده. العذراء شايفاه مش مبسوط قوي عاطفيا، شايفاه ان هو ممكن يكون عنده ندم، يعني ندمان، يا ريتني ما كنت عملت كده، يا ريتني ما كنت حبيت قوي كده، يا ريتني ما ضيعت مثلا كل الوقت ده. دي حالة، مش ده مش معنى كده ان هو ده يعني ان هو ده الصح، ده اللي المفروض يتعمل. بس انا شايفه ان دي حالتك يا برج العذراء. يا ريتني ما كنت ضيعت الوقت ده، يا ريتني ما استنفذت الطاقه دي كلها، حاجه بالشكل ده. طيب نفسك في ايه يا برج العذراء؟ انا شايف ان انت محتاج، عايز تقوم عاصفه الصحراء.
عايز تعمل حسن اللبش جامد قوي. Knight of Swords of Wands. واللي شايفاه اكتر تفريغ طاقه، عايز تطلع اللي جواك. انا مش ضد ده خالص، بل بالعكس انا معاه جدا جدا. ارجوك اعمل كده برج العقرب لو انت جواك اي حاله بؤس من اللي انت حاسسها دي، البائس ده، طلع اللي جواك، اتكلم، قول، خرج اللي جواك. بس نحاول ان احنا نخرجه يعني اكتر الطرق الصحيه ودبلوماسيه، علشان ما يبقاش عمليه التفريغ دي تتقلب خناقه. يبقى فعلا تفريغ، انا بفضفض، انا عايز اتكلم مش بتخانق. في فرق كبير جدا بين الابروتش ده والابروتش ده. لازم تفهم شريكك ان اللي انت بتعمله ده فضفاضه، انا محتاج اخرج حاجه جوايا. شايف شريكك ازاي؟ يعني كانه عنده حاجات كتير جدا وانت عندك حاجات كتير جدا بتقدمها له. هو عمال يبص على اللي انت ما بتقدمهوش. عارفين اللي هو ايه؟ يعني انت سبت كل ده وبصيت في دي. يعني انت بتقدم حاجات كتير قوي قوي قوي، وهو بيبص على حاجه ثالثه، على حاجه ثانيه خالص. بص فوق. اوكي؟ تمام. ده الانسان، الانسان بطبعه كده، يعني دايما بيبقى شايف انه الحته اللي هناك احلى. يعني هو دايما كده بيحس بالموضوع ده. بس الانسان العاقل الحكيم لازم يعرف ان دي حاجه من يعني تركيب النفس البشريه عند البني ادم. اكيد اللي هناك، الحته اللي هناك دي احلى، اكيد البيت ده احلى، اكيد العربيه دي احلى من اللي معايا. فهو دايما الانسان في الحاله دي زي ما قلنا، الانسان الحكيم لا، لازم يبص على الحاجات اللي عنده، قد ايه هي حلوه وقد ايه هي نعم كتيره جدا من ربنا وانا اخدتها حق مكتسب. لازم نفكر دايما بالشكل ده. شريك العذراء الناحيه الثانيه، دي امبرس، شايفه عنده حالات خصوبه عاليه جدا. ممكن تكون لو هي ست امومه، حسب امومه شديده جدا، رعايه الامومه، يمكن بيراعي امه، مركز في حته فيها ام عند شريك الاسد، سوري شريك العذراء. مركز مع امه جدا، هي ام نفسها، او لو كان هو اب برضو الابناء الاولاد عنده شغف جامد جدا بالاولاد وتركيزه رايح جدا عند الاولاد او عند الام. تمام؟ نفسه في ايه؟ الشريك العذراء انا شايف ان هو حابب ان هو ينسحب شويه، حابب يبقى مع نفسه شويه، مش حابب يخوض في مجادلات دلوقتي. فخليني ارجع في كلامي واقول لك يا برج العذراء، لو تقدر تاجل قعده الفضفاضه دي لوقت تاني يكون احسن، لان شايف الشريك الناحيه الثانيه هو عايز شويه روقان وهدوء ويبعد شويه عن اي ضغوط. تمام؟ طيب شريكك شايفك ازاي يا برج العذراء؟ ده 7 of Wands، شخص ذكي جدا جدا، ما فيش حاجة عندك ملهاش حل. اوكي؟ قيادي طبعا جدا، حماسك عالي جدا جدا، شخص يعتمد عليه فعلا، مسؤول جدا جدا. يعني ممكن تقوم بالدنيا كلها لوحدك، يعني ايا كان الحاجه اللي في حياتك انا انت جدير انك انت تديرها كلها لوحدك. دي حاجه كويسه، لكن انا بحكم تجربتي للاسف بتخلي الشريك مش انبوبت، ما بيبقاش ليه ايد او تعامل في العلاقه. خلاص مثلا العذراء هو قايم كل حاجه، لو هي مثلا ست قايمه كل الادوار تمام، ما مش محتاجه مساعده مثلا. فبالتالي الشريك بيبقى اكسكلودد بقى، خرج خلاص، هي مش شايف الدنيا، انا مالي، ماليش دعوه، فما بيبقاش فيه مشاركه بقى. فحتى لو انت يا برج العذراء تقدر تدير كل حاجه لوحدك بالقوه دي وبالسيطره ما شاء الله دي، برضه حاول ده تشارك شريكك، تدخله في الموضوع، شريكه معاك، تعالى نعملها مع بعض، ايه رايك نعمل كذا، انا مش عارف اعمل دي حتى لو بتعرف تعمل، ممكن تعملها لي. فتبتدي يحصل فيه مشاركه ويحصل فيه حاجات كويسه قوي قوي. الطاقة ما بين العذراء وشريكه كينج اوف كوينز،
انا شايف ان هي حاله مستقره، يعني الوضع مستقر، العلاقه يعني اساسها قوي 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 قوي، يعني ما شاء الله مش حاجه صعبه قوي انها تتهز. فيها values كتيره قوي، فيها حاجات كتيره قوي ومزايا كتيره جدا جدا، وانتوا حاسينها فعلا الفتره دي. يمكن زي ما قلنا ممكن يكون في شويه افكار رايحه جايه من عندكم انتوا الاثنين، لكن انا مش شايفه ان في مواجهه حقيقيه بتحصل، يعني كل دي مجرد افكار جوه العذراء وشيء. ايه اللي بيحصل الشهر ده؟ انا شايفه الدنيا ناشفه قوي شويه، يعني مش شايفه فيها كوبايات قوي، على قد ما انا شايفه يعني قوه، علاقه قويه، وفيها زي ما تقولوا احنا علاقتنا فعلا قويه ونقدر نتحدى اي حاجه. طيب ايه المتوقع يحصل الفتره اللي جايه؟ انا شايفه فيه شويه تركيز في العلاقه، نبتدي نركز في العلاقه شويه، نبتدي ندرس وضع معين، في حاجه معينه في العلاقه بنبتدي ندرسها، زي ما تقوموا تحطوا ايديكم على مشكله ما وتحاولوا تشوفوا اساليب نعالجها ازاي. تمام؟ ده شهر 7 ماشي كويس جدا جدا ما شاء الله. شهر 8 شايف انه في بنقع في حته فيها اختيار شويه، لازم ناخد اختيار معين، وفي احتمالات انه يبقى في توابع للاختيار ده قوية حبتين. ده في شهر 8 لما نجيبه ان شاء الله هنشوفه. القراية شايفها كويسة جدا لبرج العذراء، مش وحشة خالص عاطفيا، بس زي ما قلت لو انت جواك حاجة برج العذراء حابب ان انت تطلعها وتتكلم مع شريكك كنوع من انواع الفضفاضة، حاول تأجلها شوية، لان زي ما قلت لك مش شايف الشريك مستعد قوي ان هو يسمع. طيب تعالوا نشوف جملة الملائكة هتقول لهم ايه. Okay, want to clear and open your chakras using sacred geometric shapes. ده يوجا بحت، ده تأمل بحت. نظف شفراتك يا برج الجوزاء، محتاج تنظف شفراتك كويس قوي، ده ممكن يكون هيساعدك. يمكن النور اللي هيضرب ده، بص النور اللي مولع من فوق ده، ده تنظيف شفرات، افسح المجال، افتح كل الحاجات اللي عامله لك انسدادات دي، افتح اطلق العنان، افتح الشفرات بتاعتك، وسع دركك، everything is possible. تمام، قراءة هايلة، حلوة جدا للعذراء العمال، ما شاء الله أنا انبهرت.